أكد عدد من بحارة البحرين أن دوريات خفر السواحل القطرية تتعمد استهدافهم عند قيامهم بمزاولة مهنتهم في عرض البحر من خلال اعتراضهم بالقوة واتخاذ إجراءات قسرية بحقهم، وهو ما كبدهم خسائر جسيمة. أنا وياهم فطرات غير وهم فطرات غير العمال. مكاينهم من بنده مرفعين المكاين، قاطين المناصب تقريبا 200 تقريبا، يعني المسافه مو بعيده، يمكن 200 متر. عرفت شلون؟ ويات الدوريه مالت قطر فوق بندليتاته ويا سيد عمو طرد، وطاح عندي واحد بحر ضرب راسه في التريج مال اللي طرد وراح بحر. انا سمعت طاقه يعني طرد. يا وخذوهم ودوهم وياهم. اتصل لي عندي قال لك احنا يودونا واحنا وحتى بعد التلفون يعني داخل القطر ما يطلع داخل البحرين. عرفت شلون؟ ودوهم جيت انا الديره قلت عادهم ما يصير احنا لازم نروح. رحت حصلناهم في رويس، وين الهندي؟ قالوا في المستشفى. قلت طلع الهندي من المستشفى طلعوا. تالي قالوا اصبرنا انا محكمه، ودونا المحكمه. تمت في قطر يمكن تقريبا 7 ايام او ازيد شوي. عقب رحنا المحكمه دشينا هناك. قال القاضي انت داشين المياه القطريه وما ادري شنو قايل. هاي مياه قطريه، احنا داشين داخل البحر. قال ما في لا تحكي، من انت؟ قلت انا كفيلهم، انا كفيلهم. قال كفيلهم هناك في البحرين مو بهني. ما يصير يا اخي، يعني احنا كلنا ربع. قال ما يمشي هذا الربع ما ربع. زين تمنا شوي، قال الحكم عقب اسبوع كذي. بعد قعدت عقب اسبوع يجينا حكم عليه ب 50,000. قلت 50,000 ليش 50,000؟ يعني شو مسوين هم؟ احنا كسرت طرادهم وكسرت واخذت الغزول، حتى المناصب ما خلوه ياخذهم، الغزول ما خلوه ياخذهم. خلوا الغزول بسماتهم في البحر بس ما خذوا الا شلخه واحده كانوا يلقطونها. واقفين المكاين مصعده ما يمشي هو شارد ولا شيء. في يعني داخل عندنا في البحرين، انا اللي قاط الغزولهم، انا اللي وياهم قطهم. مو بهم قلينهم مثل ما يعرفون ولا شيء، انا اللي قلهم داخل في البحرين. وحكم عليه ب50، قلت 50,000 ما بيطرد خليه يولي. هاد الهنود بعد يبناهم في لانج مال راشد العلي، كان مياود هناك بعده يبناهم. زين تم سنه ونص. سنه ونص الطراد عندهم متعطل، رخصتي عندهم ما اقدر ابحر بدون رخصه انا هني. سنه ونص مياود الطراد عندهم. وهاي المحلات اللي يودوننا فيها كلها مباحر اهلنا واجدادنا. يعني ما احنا ما رايحين عليها غرب، احنا فيها كلها مباحر البحرين هذه. واحد ما سمعت اللي يقول لك هاي ضحكه صفراء هالشكل. أهالي المشكلة، الأهالي إذا يابوا بانوش بحريني يعني تحس بالبهجة بالفرحة عندهم، يستانسون إن يابوا بحريني مسكوه. وهو يضحك لك، ليه هو يضحك لك وتبين لك إنه هو وياك بيساعدك وما شلون، لكن ما عليك منه، بالعكس هو ضدك وضرك ويسعى في خراب بيتك. هذا اللي لمسناه، يعني هذه حقيقة. هذه حتى أمثلة بأسماء أجيب لك، لكن خلي الله يستر على المؤمنين.